الاهلي قبل هذه المباراه الهامه. يا كيمو مساء الفل، اتفضل. مرحب بيك ومرحب بكل مشاهديك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، من البطوله الافريقيه الى البطوله العربيه. الاهلي والنجم اللبناني في دور ال 32 ان شاء الله يكون موفق النادي الاهلي في هذه المباراه. استعدادات كالعاده زميلي امير بالنسبه للنادي الاهلي، تلاحم المباريات، حاله التركيز اللي فرضها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، مسيطره على فريق النادي الاهلي سواء في البطوله الافريقيه، في بطوله الدوري العام، وايضا كمان في البطوله العربيه. كالعاده طبعا زميلي امير بنتكلم عن كل اجواءنا وكواليسنا الخاصه هنا في بيروت. هبدا معاك طبعا من الرحله اللي يمكن استغرقت ساعه وثلث او ساعه ونص طبعا من القاهره. انطلقت بعثه النادي الاهلي في الساعه 9 صباحا، توجهت الى بيروت مطار رفيق الحريري، وصلت الى الساعه 10:30 او 10:30 بتوقيت بيروت. الامور هنا يمكن كانت مطمئنه منذ وصلنا الى المطار. كان في استقبالنا طبعا السفير المصري نزيه النجاري اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الكابتن سمير عدلي والكابتن محمد يوسف مدير الكره والقائم باعمال مدير الكره على تسليل كافه الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، الانتقالات، الاقامه، كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن. ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي مركز بشكل كبير في كل المباريات، زي ما احنا عارفين اي مباراه بيخشها النادي الاهلي او اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي لابد يكون فيها فوز، لابد يكون فيها بشكل عام الحصول على هذه البطوله. فاكيد هتكون مباراه قويه، مباراه من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله، زي ما كل جمهور النادي الاهلي بيتمنى ان النادي الاهلي يعود من هنا من بيروت بنقاط هذه المباراه. ارجع معاك كمان زميلي امير للتدريب النهارده اللي كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على طبعا يمكن الملعب كان يعني مش نجيله صناعي، طبعا كان يعني نجيله طبيعي، ملعب يمكن ما نقدرش نقول عليه مميز، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا او لعيبه النادي الاهلي قدرت ان هي تاخد الجرعه التدريبيه المظبوطه من مستر مايكل اندمان او مستر باتريس كارتيرون. كان في النهارده بعض الامور الخاصه باللياقه البدنيه، بعض المربعات، تقسيمه صغيره جدا في نهايه المران، جو ترفيه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. وده يمكن زي ما احنا عارفين يا امير بيكون تلاحم المباريات الكبير وضغط المباريات الكبير بيسبب طبعا ضغط كبير جدا وتركيز كبير جدا بينعكس بشكل خاطئ على لعيبه النادي الاهلي. فالحقيقه مستر باتريس كابتن محمد يوسف بيحاول ان هو يخرج اللعيبه من الجو التركيز الكبير ده، وبيفصل بشكل كبير جدا من البطوله الافريقيه وايضا كمان البطوله العربيه. انتهى يمكن مران النادي الاهلي، بالفعل يمكن المشوار يمكن ساعه وثلث او ساعه 25 دقيقه من فندق الاقامه الى ملعب متواجد في منطقه الصيدا. يمكن زي ما قلنا المشوار كان طويل شويه، الدنيا زحمه هنا في لبنان، كناش متوقعين ان تكون الامور كده، لكن خدنا مسافه كبيره جدا وخدنا وقت كبير جدا. عدد بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه في وقت قليل طبعا عن الوقت اللي كنا رايحين فيه، لان التوقيت كان صعب جدا ان احنا نوصل في نص ساعه او 35 دقيقه، قدرنا ان احنا نوصل في اكثر من ساعه، لكن العوده كانت في يمكن 25 او 30 دقيقه مباشره. دخلوا طبعا لوجبه العشاء كعاده فريق النادي الاهلي. غدا كمان هيكون التدريب رئيسي على ملعب المباراه، ملعب المدينه الرياضيه، ويسبقها كمان مؤتمر صحفي لمستر باتريس وايضا كمان كابتن فريق النادي الاهلي. ممكن يكون متواجد شريف اكرامي، تواجد حسام عاشور، احمد فتحي كمان ممكن يكون متواجد مع مستر باتريس كارتيرون. 5:30 هيكون هذا المؤتمر، يليه مباشره التدريب النهائي والاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب المدينه الرياضيه اللي هيستقبل المباراه. بناكد على توقيت المباراه زميلي امير، كان في لغط طبعا سواء في كل المباريات الافريقيه الامور بتبقى صعبه شويه، الاجتهادات بتكون توقيت الناس ما بتبقاش مجمعه شويه ان في ساعه او ساعتين. لا باكد لك زميلي امير ان مباراه بتوقيت بيروت فيها الساعه 7:30 بتوقيت القاهره فيها الساعه 6:30. الامور يا امير ماشيه بشكل مطمئن، ماشيه بشكل رائع بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق باذن الله، يعود من هنا طبعا للتاهل للدور القادم بالنسبه للبطوله العربيه. عوده ليك زميلي امير. كريم خليني اسالك سريعا، الملعب المباراه اللي هيستضيف مباراه الاهلي والنجم اللبناني، هل من النجيل الطبيعي ولا النجيل الصناعي؟ سامعني ولا لا يا كريم؟ طيب يمكن طبعا في صوت